يتعاطي مع الظروف القاسية لسكان الأطلس والريف والهضاب الشرقية والجنوبية لسيدات والسادة النواب المحترمين عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. فليتفضل سيد نائب المحترم يطرح السؤال. سيد الوزير، تعيش سكينة الريف والأطلس والهضاب الشرقية والجنوبية ظروف مناخية قاسية جدا. بغيناكم انتم كحكومة تورينا شنو هي الاحتياطات والإجراءات المتخذة من طرفكم من أجل التخفيف من هذه الظروف القاسية، وشكرا. شكرا سيد نائب. سيد الوزير لكم الجواب. طيب، التدخل ديال الحكومة تيكون في مستويات. كاين المستوى اللي هو بنيوي ويمكننا نرجعوا له بالتفصيل، تيتعلق بهذا المشروع الكبير ديال تقليص الفوارق المجالية والفوارق الاجتماعية البير دي تي اس اللي كان اعلن عليه جلالة الملك. فيه بسرعة 22 ألف كيلومتر من الطرق القروية، 260 منشأة فنية، التكلفة ديالو 28 مليار ديال الدرهم، غيستافد منه 3.5 مليون نسمة الساكنة القروية، موزعة على 73 إقليم، تاهم 859 جماعة، 7761 دوار. هذه كلها مناطق بالأساس مناطق اللي هي بعيدة. احنا التزمنا في وزارة الجيز والنقل أننا نربطوا هاد الشبكة هذه، نربطوها بالطرق المصنفة، وغادي يكلفنا غادي فيها 8000 كيلومتر، وغتكلفنا حوالي 8 ملايير ديال الدرهم، وغتكون فيها 180 منشأة. لكن سنويا بطبيعة الحال، لأننا درت زيارة تفقدي لهذا المجال، سنويا عندنا واحد المجموعة الأمور نتخذها لفك عن العزلة المناطق المحاصرة بالثلوج. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب لكم سيد النائب، فتفضلوا. سيد الوزير المحترم، نشكركم على المجهودات، لكن اليوم المناطق الجبلية راها منكوبة والمناطق النائية راها تعاني في وقت الثلوج. شنو كديروا في هذا الوقت هذا؟ شنو هي المجهودات اللي كتقوموا بها استثنائيا لفك العزلة؟ كنعرفوا بأن الطرق المقطوعة يعني ضيعت الكثير من مصالح الساكنة ومن مصالح عدد من الشباب اللي كانوا باغيين يمشيو يجازوا مباريات ديال التوظيف ولقاو راسهم محاصرين بالثلوج، وضاعت لهم فرص ديال الحصول على فرصة الشغل. قس على ذلك بأننا اليوم لابد السيد الوزير من خلال الحكومة نعطيو برامج قوية وفاعلة لهذه المناطق، ونخصوا لها إمكانيات استثنائية لتأهيل ديالها باش تولي بحالها بحال المناطق الأخرى. العدالة الاجتماعية راه هي هذه، هي أننا خصنا نسعوا جاهدين أن هذه المناطق نقربوها على الأقل شي شوية للمناطق اللي قريبة لها، باش ما نبقاوش كل مرة كنديروا حلول اللي هي استثنائية وماشي حلول اللي هي كافية، وكتبقى دائما دون المستوى الذي ينشده السكان. وبالتالي اليوم راه المناطق الجبلية والمناطق النائية والمناطق البعيدة تعيش تهميش وتعيش المعاناة والحرمان. قس على ذلك المعاناة من البرد القارس وغياب وسائل التدفئة، المدارس أغلقت، يعني أولاد الشعب الآن ما كيقراوش بهذه الظروف. قس على ذلك أيضا الطرقات السيد الوزير اللي خصها تعزز، والمساك الطرقية اللي خصها تعزز في الفضاء القروي والجبلي بشكل مكثف، وتعطى الفرصة أن الساكنة تعيش في كرامة وعدالة اجتماعية في المستوى الذي يليق. شكرا لكم. شكرا. شكرا سيد نائب محترم. هل هناك من تعقيب إضافي؟ لا يبدو. إذن سيد الوزير. سي حمولي، أنا جاوبتك، قلت لك جاوبتك على المستوى الهيكلي. راه 22 ألف كيلومتر هذه طرق قروية وكلها غتمشي لهذ الأقاليم هذه، وغتكلف تقريبا يعني حوالي 28 مليار ديال الدرهم. المسائل الأخرى اللي أنا بغيت نقول واحد القضية، كاين جهد كبير تديرو وزارة الجيز والنقل، وحنا حرصنا على أننا نفكوا هذيك الطرق. وعلى كل حال أنا ما بغيتش ندير مقارنة بما يجري في دول العالم، لكن جميع الدول اللي فيها الثلوج كاين فيها هذا الإشكال هذا. وأنا كانوا الموظفين ديالي تيبقاو كاين اللي كيتنعس ساعتين، تينعس ثلاثة السوايع في الليل باش يفكوا هذه الطرق، وأنا تيشتو بعيني. فبالتالي كاين واحد الجهد، ورحنا درنا يعني عبئنا واحد العدد الآليات، عبئنا واحد العدد ديال السائقين، ودرنا تعاقد مع سائقين، وحرصنا على ان هذا الشيء يقول. وهذا الشيء كاين على مستوى الجيش، وكاين كذلك على مستوى قطاع الصحه.